معكم مهندس الصنيبه ميكانيسيان. حنا هاد الفوز اللي فازوا في المغربيه جاو لنا فرحانين بزاف وكنشكرهم بزاف على هاد يعني هاد الفوز هذا اللي فازوا على هاد يعني انجاز رائع بزاف وفرح الصراحه فرحانين بهذا هاد الانجاز اللي داروا وتنشكروا كاع يعني اللي لعبوا في هاد كاع اللاعبين اللي لعبوا المنتخبات المغربيه يعني كاع النساء المنتخب المغربي اللي لعبوا. نشكروا سيدنا التاو على الانجاز ديالو على ديك الطاقه اللي عطى اللاعبات ديالنا اللي عيط عليهم في التليفون وقال لهم ما تهزوش الهم في هذاك الماتش الاول اللي تغلبوا في ديال مع الالمان يعني عطاهم واحد يعني واحد الثقه واحد حفزهم واحد الحفاز زعما يعني تبارك الله يعني عطاو داروا يعني بانوا تبارك الله وبانوا العالم تهضر على المنتخب ديالنا المغربي وعلى المغرب والحمد لله. وتنشكروا كاع اي واحد اللي ساهم في فهاد الانجاز هذا وتنشكر السيد القشع حتى هو على هذا الانجاز يعني انجاز عظيم. وتنشكروا كاع جميع المغاربه ومن هذا المنبر هذا تنشكر كاع الاخوان تنشكر كاع الناس اللي هما ساهموا في هذا الانجاز هذا. وديما بغير ان شاء الله ملي غادي يطلعوا ان شاء الله يعني الدور 16 نتمنى ان شاء الله يوصلوا حتى هما بحال كيوصلوا في المنتخب ديالنا المغربي ديال الرجال في 2022 للربع يعني الدور الرابع. نتمنى ان شاء الله يكون كاع كاس العالم ان شاء الله بحول الله. شكرا. الاخ بالنسبه للمنتخب الوطني النسوي هو عطى الثمار ديالي مزيان ولكن خاص الكرة نسبة للكرة كي خصها تلعب بحال نسبة للألمان نسبة للخصم اللي لعب ما من لعبو راه تبارك الله راه قوي الكرة راه دار ولكن خصنا واحد الشوية وخص الحمد لله اللي هو حتى الشعب المغربي راه ساندو تيساند الرياضة وبنا يساند جميع الرياضات بناهم يساند ياك ولكن المنتخب خصو يزيد خص الكرة تدور خص الكرة تلعب مزيان وتعطى واخا الله يرضي عليهم داكشي راه داز زويون وتنتمنى لهم الخير ان شاء الله بحول الله ونتمناو لهم التوفيق ان شاء الله في هاد التمون هذا اللي دازو وبغيناهم يشرفوا المغرب احسن ما يكون ان شاء الله بحول الله. داز زوين وما طلعتهم وقد رمونا نايتو ويدوم علينا خلينا